السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش والله يا شيخنا، أنا بس أنا بتصل بحضرتك. والدتي كثيرة يعني الإيذاء لنا، يعني طبعا بنحاول نبلغها قدر المستطاع، ولكن والدتنا يعني بتسبنا وبتشتمنا بألفاظ فيها سب وفيها قذف وفيها لعن. شيخنا؟ أيوة، أمك سيئة الخلق. أيوة يعني ماذا أفعل؟ يعني كثيرة الإيذاء لنا. اصبر اصبر، ما في إلا الصبر. والله أعمل قصد، ولو رحت لها حتى بتشتين وأنا عندي وأنا موجود عندها بتشتين وبتشتين. خلاص قلل الذهاب شوي. طب أنا إذا لم أقدم لها إيذاء ولكنني توقفت لم أذهب إليها أو لم أتصل، هل أكون أنا قاطع لها؟ والله مش قاطع، بس ليس هذا الأحسن. بين الحين والحين زور وتحمل. أي ما أروح لوالدتي، والدتي بتأذينا جدا والله يا شيخنا، أنا بالله العلي العظيم تؤذينا بالسب والقذف والشتائم. خلاص ما تروحش. أقسم بالله يا شيخ أنا بكذب عليك. خلاص لا تذهب، أنا ما قلتش حاجة، لا تذهب. ولو ما اتصلتش أنا لا أقصر معها والله، لو طلبت مني أي شيء أنا ما أقصر معها. وهي تتصل، وإذا أنت اتصلت تشتمك أيضا؟ أقسم بالله بتشتمني، وبتشتمني في أهلي، في زوجتي وفي أهلي وفي أهلها. خلاص كف عن الاتصال، الله يصلح حالها يا رب. نعم أستاذة؟ خلاص كف عن الاتصال. أكف عن الاتصال. ما دام كده بتشتم تقذف زوجتك، هتتحمل اسم القذف إذا كنت هتتصل. أقسم بالله حتى يعني حماتي متوفية، والدتي بتشتمها وهي ميتة، مع إن كانت إنسانة طيبة. خلاص بقى، ما خلاص امك خلاص، اوعى يكون فيك عرق منها. بس الله يحفظك. والله انا بقول ربنا يسترها يا شيخ. والله يا رب. السلام عليكم.